أمي، معقول خلف الليل العاتي الأمواج يعلو سراج؟ شو يعني؟ اسمعي اسمعي شو بتقول فاروق. بعرف شو بتقول فاروز، بس ما فهمت عليكي شو يعني. أمي، بلكي عند بابا في عيشة أحسن من عيشتي هون. شو يعني؟ بدك تعيشي عند أبوكي تتركيني؟ لا أمي لا، بس كتير أوقات بفكر إني لو ضليت عند أبي يمكن ما كنت تعذبت كل هالقد. يعني فكرك مرت أبوكي رح تكون أحن عليكي من أمك وإخوالك؟ إخوالي؟ ما شاء الله شو حنونين علي إخوالي. أحسن منا. أمي، أنت بتعرفيها؟ لا. بجوز بابا ما تزوج من بعدك أصلا. أمي، لا تزعلي مني، بس أنا حقي أفكر بهالطريقة. يعني إخوالي ونسوانهم كتير عذبوني، وأنا أساسا درست وتفوقت بس مشان أخلص منه. كل الوقت كنت أحلم إني أتخرج وأشتغل مشان خلصك من هالعيشة. أمي، وكمان في شغلة بدي لك إياها. قولي. بدي انخطب. عن جد؟ بدك تنخطبي؟ عن جد عم تحكي؟ ايه. قولي لي مين هو؟ بعرفه انا؟ ايهاب ابن خالي. شو؟ شبكي امي تضايقتي؟ انا كنت مفكره انك رح تفرحي لي. الله يرضى عليك يا بنتي. تأكدي من مشاعرك. يمكن لانه تربيتوا سوا يعني ما نحب. لا أمي، أنا وأيهم منحب بعض، ونحن مقررين إنه بعد ما نتخرج رح نتزوج ورح نسكن بعيد عن هون، ورح ناخدك معنا كمان. شبكي أمي، بدال ما تفرحي لي. بتصدقي إذا بقلك شو؟ كنت بتمنى يكون زواجك من حدا قريب من أهل أبوكي، ما يكون حدا من أهلي. عن جد عم تحكي؟ إيه، لأني بعرف طبعهم كلهم مثل بعض، وما بضمن لك تكوني سعيدة معهم. بس لا تزعلي مني، أنا بحبه لأيهم كتير، بس أنا خايفة عليكي. ما بعرف إذا حتعيشي حياة جديدة وتخلصي من عذابك اللي أنت فيه. يعني مانك موافقة أمي؟ ليش؟ أنا من إمتى كان إلي رأي بهالبيت؟ حتى زواجي من أبوكي ما كان إلي رأي فيه. جدك وإخوالك هن اللي اتخذوا القرار. يمكن الشيء الوحيد اللي أنا أخذت فيه القرار هو طلاقي، ولهلا عم بدفع ثمنه. بس أنا بيهمني رأيك. أنا مستحيل وقف طريق سعادتك. إذا أنت شايفة إنه سعادتك مع أيهم، أنا موافقة عليه. إيه، سعادتي معه. منيح أصغر وحدة فيها، بتدرس كلية. قلت لك دع ما أغلظك، ما بطيقة لهي الممثلة أنا. بس حلوة. حلوة؟ ولك هي حلوة؟ لك منلا الحلا كلها بوتوكس وعمليات تجميل، قال حلوة قال. اي والله ما خطر على بالي هي قصة العمليات. شو بيفهمك انت؟ مساء الخير. اهلين يا عبي. اهلين ماما، تشرب قهوة؟ لا حبيبتي سلم ومو جاي على بالي. شو عم تحضروا؟ مسلسل؟ ايه. بابا بدي احكيكم موضوع مهم. امي، ما بيتأجل الموضوع ليخلص المسلسل؟ لا والله، لانه بدي فوت نام. طيب احضره بالإعادة. تفضل. شو يا عبي؟ إذا لازمك مصاري احكي. لا بابا، مو هي القصة. بابا، أنا بدي أخطب. بدك تخطب؟ لك تقبر قلبي على الخبر ما أحلى. يعني معكم مانع؟ أكيد لا تقبرني. إيه هي رح تكون
تكون فرحة عمرنا. يا طولي بالك، ايه يا بي، مين هي هالعروس؟ مين ما كانت تكون ينقي ويختار. هلأ لو كان بنت كنا قلنا، بس هو شاب يقبر قلبي يختار ويستحلي، المهم يكون بيحبها. ايه يا بي، مين هي هالعروس؟ ما سبت عبد ملك. ايه ها؟ شو؟ ولك انت جنيت؟ شو لك انت جنيت؟ هلا من شوي عم تقولي بنقي اللي بده اياها وبيستحلي اللي بده اياها. هلا من كل بنات الجامعه ومن كل بنات اخوالك وخالاتك ما لقيت غير بنت عمتك. ليش؟ شبهها ماسا؟ بالعكس، ماسا بنت حلوه ومربايه عدياتنا، اذا اخذت اي هم نحن نطمن عليها، مو بناكل همها طول العمر. انا مالي موافقه، وهذا الموضوع ما بيتم على جستي. طيب انت شو اعتراضك على ماسا؟ لك امي، لك انت ما عندك عقل؟ ولك بدك الناس تشل عرضنا؟ ولك شو انت بدك يقولوا اخذ بنت اما مطلقه؟ لك انت شو عم تحكي؟ نسياني انه اللي عم تحكي عليها هي عمتي ملك؟ لا، لك قدام اخوها ما بحكي لك شي كلمه. جمانة هي مو شغلتك وانا موافق. ايه لا حبيبي ما حزرت، انا ماني موافقه لو بتنطبق السما على الارض. اخرسي، وهي الشغله مو شغلتك، وانا بدي جوز ابني على كيفي انا. وهو كمان ابني، وانا بدي جوزه بنت اختي ولا بنت اختك او لا. خلاص امي خلاص، انا ما راح اتزوج غير البنت اللي بحبها، واذا الفكره انه ماسا وامها راح يضلوا شغالين عندك انت وسلفتك سراب فبتكوني غلطانه، بحبها وبدي اتزوجها. ليك قليل الادب، لك عم بترد بوشي كمان. تصبحوا على خير. وانت بخير يا بي. انا ماني موافقه وهالجازه ما راح تتم. لا راح تتم يعني راح تتم. ايه منشوف. ايه شوفي، امبارح سمعتهم عم يصرخوا ويعيطوا بس ما عرفت ليش. دق دخيلك، في يوم مر على هالبيت ما في صريخ وعياط؟ اصلا كل هالتوتر بالبيت من تحت راس ماسا وملك. مو صحيح، شو قصدك؟ يعني ما في اي مشكله صغيره ولا كبيره الا ما بيكون سببها ملك وماسا. ايوه، يعني شو بدك يعني قلعهم للبيت؟ صباح الخير. اهلين جدي، صباح الخيرات. شو وين بدكم تقلعوا بالبيت؟ لا لا ما في شيء جدي، كنا عم نحكي موضوع عام غير ما له علاقه بالبيت. اهلين تيتي، هات لحط لك فنجان قهوه. سعدني الصباح. صبي. اي والله. شو؟ شايفك فايق بكير وجمعة ما عندك، خير؟ صراحة فايق لأحكي معكم موضوع قبل ما يفيق الكل وتبلش الزيطة والعيطة. خير جدي، هات لنشوف شو بدك تحكي. جدو، أنا بدي أخطب ماسا بنت عمتو ملك. عن جد جدي؟ إيه عن جد. جدو، أنت يعني شفقان عليها بدك تخطبها وعامل دور البطل والمخلص ولا بتحبها من حقها؟ لا جدو لا، أنا بحبها وكتير ومن زمان إذا بدك، وهي بتحبني ومتفقين على كل شيء من 5 سنين، بس كنا ناطرين لنتخرج وليكنا رح نتخرج ونشتغل ونتوظف ويصير فينا نطلع برا هذا البيت ونعيش سوا لحالنا. والله بالنسبة إلي يا جدي أنا ما عندي مانع. أحلى جدو بالعالم أنت. وأنت تيتي؟ شوف تيتي، إذا هذا الموضوع بيقصر الشر أنا موافقة، بس إذا بيزيدوا أنا مالي موافقة أبداً. لا اطمني اطمني تيتي، رح آخذ لك ماسا وأمها لماسا ونستأجر بيت بعيد عن هي الحارة كلها كرمال ما تضطروا تقلعوا حدا من البيت. لا مو صحيح هالحكي جدي، مين قال لك ما نقلع حدا من البيت نحن؟ لا ما حدا قال، بس أنا صرت حاسس إنه الكل غاصص فيهم، بلقمتهم، بشربهم، بأكلهم، لك حتى برأيهم. لا مو صحيح. على كل أنا مالي جاي ناقش بهذا الموضوع. جدو بتمنى منك إذا كنت موافق اليوم تجمع العيلة المساء وتخبرهم بهذا الموضوع وتباركونا على هالخطوة السعيدة. لا تحكي لهم جدي، خلاص تكرم عينك، اليوم بجمع لك إياهم كلهم. لك الله لا يحرمني منك يا أحلى جدو بالعالم. صحيح. لتكون بالصورة، أمي ما لها موافقة. مفهومة مفهومة. هلا أنت بكل عقلك موافق؟ هلا أنا بدي أسألك سؤال. تفضل. أنت على شو اعتراضك؟ يعني مثلا شايفة أيهم ما بيليق بماسا ولا بالعكس؟ لك أنت شو عم تحكي؟ شو عم بحكي؟ أنت بتعامليها معاملة الغريبة،
وبصراحة ما بتحبيها قد ما بتحبي أولاد أولادك الصبيان. لا مو صحيح. لا ستي صحيح هالحكي. لا مو صحيح. أمي قلتك رح يمرق هاليوم على خير؟ ليش لحتى ما يمرق على خير؟ تعرفي إذا بتزوجوا لأيهم رح كون أسعد وحدة بالعالم، لأني عن جد بحبه، هو الحلم الوحيد اللي بقيان لي، وإذا ما بيتحقق رح يصير شي ما حدا بيتوقع. شو رح يصير؟ كل شي بوقته حلو. ماسا أنت لا تقليها، جدك رح يفرض على الكل يوافقوا. جدي؟ لو جدي بيقدر يفرض على حدا شيء كنا من زمان عشنا حياة تانية، بس جدي مو شاطر غير ياخد دور متفرش وبآخر لحظة بصير يصرخ على الكل وبيعمل حاله صاحب سلطة. لا وما حدا برد عليه، يعني كله على الفاضي. عيب، لا تحكي هيك عن جدك. أمي أنا ما عم أتهمه بشي مانو فيه، أنا بس عم أحكي الواقع. يلا يلا خلينا نقوم نحضر الفطور. أمي هيكونوا جايين بيت خالي أيمن يفطروا معنا كمان؟ ايه ليش لا؟ ايه لأنه ما عاد طقت نجتمع معهم على السفرة، كل ما اجتمعنا بيهزولنا بدلنا وبيحرمونا ناكل. ايه والله حاسة حالي عاملة رجيم قصري بسببهم. بجوز ما يجي، خصوصي بعد آخر مرة حرد فيها. إن شاء الله يا رب. يا أمجد أمي وهي الفتة صارت جاهزة. الله يخلي لنا إياك. بدك الصراحة ماما أطيب فتة بالعالم الفتة اللي بيعملها بابا. الله يرضى عليك يا بدي. بالله، يعني أنا اللي بعملها مو طيبة. لكن بلا وزني أطيب. صباح الخير. صباح النور. صباح النور أخي، شمستك عالية. حتحسدينا، هو اليوم الوحيد اللي بنقدر ننام فيه. غسل بابا تعال، الفطور جاهز يلا. شو عاملة فتة؟ إيه أطيب فتة عاملة. يا سلام، طيب شو رأيكم ناخذ الفتة وننزل على بيت جدي؟ لا، أنا حابة نفطر هون بالبيت، خلونا شي مرة نحس باستقلالية، لازم نضل معلقين ببيت جدي. ست مريانة ليش احتديتي؟ هلا ما عادوا عاجبينك بيت جدك؟ لك اخي مو هيك قصدي، بس خلونا شي مرة نقعد على سفرة خالية من المشاكل. رد بابا رد. يا لطيف شو روحه معلقة ببيت جده، ما فيه يعيش بلاهم. الو اهلين جدو. لك بدي افهم كيف بيقدر يتحمل هالمشاكل كل هالقد. متعود، ما هو محامي وشغلته يحل مشاكل الناس. ايه امرك ماشي، حاضر. الله معك. يلا. بابا بيقول لك جدي ان اليوم الساعة 7 بده ايانا كلنا عنده. ليش بقى؟ ما بعرف. قال في موضوع ضروري بده يحكيه بحضور العائلة كلها. خير ان شاء الله. بركي مشان الورثة؟ او بركي مشان بقى انت قادر. حاجة تتكهنوا، بس ننزل لعنده بنعرف شو القصة. شبك انت؟ عاد تاكل قوم غسل وتعال افطار يلا لشوف. والله نسيت مريانا، قومي جيبي معلقة السكب نسيناها. يلا حاضر. يلا هو امجاد ممكن تحكي بقى؟ نطف قلبي على ما اعرف شو بدك مني، بعدين حضراتهم جوا بيكونوا عم بيألفوا قصص وحكايا. احكي بقى. ماسا للحقيقة انا كان في شيء بدي اقول لك اياه، انه انا انت شو؟ طيب انا والله العظيم أنا أنت شو؟ خلص طولي بالك، شو بك؟ أنا بحبك وبدي أتجوزك. إيه أنا بحبك من زمان، وكنت ناطرك لحتى تتخرجي من الجامعة لحتى أطلب إيدك، يعني بدل ما يتاخذ قرارات مشحفة بحقي وبحقك باجتماع اليوم، قلت لحالي بطلب إيدك قدام الكل مشان خلصك من اللي أنت فيه. أمجد هذا الشيء مستحيل، لأنه أول مرة العيلة بتجتمع لشي لمصلحتي. كيف يعني؟ يعني هن مجتمعين اليوم مشان خطبتي من أيهم. أيهم؟ أي أنا بحبه لأيهم، هو كمان بحبني. وأنا أنا أنا بحب أنا بحبك كمان. أنا آسفة أمجد، أنا مقدرة مشاعرك وبتعرف معزتك عندي، بس أنا بحبه لأيها.
أنا مقدرة مشاعرك وبتعرف معزتك عندي، بس أنا بحبه لأيام. أمجد شو بك؟ شو في؟ يا أخي خير؟ شو صاير؟ شو في؟ لك والله خوفتني عليك، فهمني شو صاير؟ تركيني لحالي، مزاجي مو ظابط. لا ما رح أتركك لحالك، قل لي شو صاير؟ من وقت ما طلعت من بيت جدك مانك على بعضك، وما تغديت وحابس حالك بالغرفة، قل لي شو صاير؟ طلعت بتحبه لأيها. مين هي؟ مهسا. بالله؟ أه وتحبه انت شو بدك فيها؟ شو بدي فيها؟ أمجد لتكون بتحبها؟ ايه بحبها، بحبها ومن زمان كمان. عن جد؟ ليش حابس قلبك؟ كنت تحكي من الأول. أنا الحق علي، قلت لحالي بنطرها تكبر وتنضج مشاعرها. ولا شو حتساوي؟ ما بعرف. خلص أنا بخبر أبوك، هو بمشي كلمته عليها، بخليه يفرض عليها تتجوزك أنت. يعني قصدك إنه القصة بالغصب؟ لك أنا مو متضايق لأنه طلعت ما بتحبني. لك؟ لأنه بدها تتجوز ابن عمي وتضل بوشي طول العمر. إيه خلص، هلا بنمنع هالجواز التم. إيه صحيح ما بتتجوزها، بس ما بتتجوز حدا يقهرك كل العمر. ما بدي أوقف بوش سعادتها. ما بكفي اللي قاسته من أبوك وعمك. حاجتك بقى عواطف مهترية، خلص اترك الموضوع علي. شو رح تساوي؟ خلص أنا بتصرف. بابا؟ ايه مريانا، فوتي حبيبي. جماعتنا مشان تقلنا شيء ونحن ناطرين نسمع. مزبوط. تفضل. أنا بدي لكم كلام لازم تعتبروا هذا الكلام اللي حقوله كلام مقدس، بس ما بسمح لحدا من بيناتكم يعترض عليه، مفهوم؟ تفضل عم نسمع. نحن اجتمعنا اليوم لنبارك خطبة أيهم على ماسا. بس أيهم ابني وأنا إلي رأي بالموضوع، بظن إنه هذا حقي. إيه مزبوط. تفضلي اعطينا رايك. انا مو موافقه. ليش بقى؟ لانه بدي اجوز ابني وحيدي لبنت اختي نوال. ايوه ابي، وانا مالي موافق كمان. ليش يعني حضرتك مالك موافق؟ لانه ماسا لابني امجد وهو احق فيها. لا يا سيدي ما حزرت، لا حضرتك ولا هي، لانه ما زال ايهم وما في حدا بالكون رح ياخذها منه. انا قلت ما زال امجد وهذا اخر كلام عندي. لا خلص اسكتوا بقى كلكم، اسكتوا. لسه عم بتعاملوني كاني شي قطعه خلط بهالبيت والكل عم يقاتل لحتى يحصل عليها. هلا صرتوا بتحبوني؟ هلا صرتوا بتحبوني؟ بس بعتذر، بعتذر عن محبتكم الغريبه اللي ما تعودت عليها ولا بعمري رح اتعود، وخصوصي انت ستي. انا؟ ايه انت ستي، كل الوقت كنتي مزعوجه
مزعوجة لأنه بنتك مطلقة، وكان همك لما يسألوك الناس عن بنتك تقولي لهم إنه متزوجة واحد غني وعايشة بلبنان، وما سألتي أبداً إذا كانت مبسوطة ولا لا. أولادك ونسوانهم كان بدهم جاجة بيض ذهب، وما فكرتوا ولا مرة إنه أنتوا السبب بخربان بيتها وأنتوا السبب بطلاقها. نحن السبب؟ إيه طبعاً أنتوا السبب. ما بابا طلق أمي لأنه خليتوها تسرقه، خليتوها تسرق زوجها مشان تبعت لكم مصاري وتأمن لكم طلباتكم اللي ما بتخلص. وبعدين شو؟ بعدين لما رجعت لعندكم صرتوا تمننوها باللقمة وصارت خدامة عندكم. خرسي وسديني عيك، ما في بيت جد بالعالم قدموا لبنتهم وحفيدتهم قد ما قدمنا لكم نحنا. ايه مزبوط، انتوا عايشين بالبيت اللي اشتريتوه من مصاري بابا وعم بتمننونا انه انتوا مقاويننا ونحنا اللي مقاويينكم. ايوه الله يعطيك العافية يا ست ملك، ما بخلي شي ما قايلتيه لبنتك مشان تحرضيها علينا. حتى بنتي ما بدكن يعني احكي لو في شي لقلبي، بدكن ضلوا تحكوا اللي بدكن ياه وتعملوا اللي بدكن ياه وانا ضلني ساكتة. لا تفضلي احكي احكي. ايه بدي احكي وبدي اقول كل شي بقلبي. ملك خرسي. ها وهي جدي حكى، بس هون بيصير له لسان وبصير بيحكي. قصدك ولا ايه؟ سلامتك جدي، ما بقصد شي، بس يكون بعلمكم انا ما عاد بدي اتزوج لا ايهم ولا امجد، ومن بكره رايحه انا وامي على بيروت مشان ندور على ابي، لانه انا بدي اعيش معه وبلا من نيتكم. قاسي شو بتحكي؟ شو بتحكي انت؟ ايهم هاد قراري النهائي، انا صار لازم بعد عن هالعيله وظلمه. يا مو بكيفك. لا بكيفي. وليه؟ بدي احبسك بغرفتك وامنعك من الطلعة من البيت. ما بتسترجي. بعدين لا تخاف خالي، انا بكره ببعث لك مصاري من لبنان مشان تجيب خدامي، يعني مانك بحاجة امي. امشي امي. ماسا ماسا شو عملتي؟ دبرتي كل شيء، خربتي كل شيء اتفقنا عليه، خربتي كل احلامنا. ايهم انا تعبت خلص واعلنت استسلامي، وانا حاسه انه العيشه عند ابي رح تكون احسن بكتير. ولا انت خلص تزوج بنت خالتك. اه هذا اللي طلع معي بعد كل هالحب، هذا اللي طلع معي بعد كل هالكره اللي شفته من العيله. بس يا مازا انا بحبك. وانا كنت حبك، بس هالعيله حولت الحب اللي جواتي لكره، حولوني لقمله موقوته وصار وقت انفجاره. وفجرت هلا بوشك لحال. معلش ايه، تحمل مثل ما انا رح اتحمل. اذا عن جد بتحبني لازم تتمنى لي السعاده. بس انا وعدتك عيشك بسعاده ما سبب بعيد عنه. مستحيل يتركونا بحالنا ايهم، ولسه امجد هاد ما بعرف من وين طلع لي ومن ايمتى صار بيحبني. وهلا شو؟ هلا انا من بكره رح نفذ قراري. طيب بس ما بصير. لا بس ولا شيء ايهم، انت مانك مقهور من انفصالنا قد ربع ماني مقهوره انا، بس انا خلص بدي ارتاح، تعبت. تصبح على خير. ماسا انت قد هالقرار اللي اخذتيه؟ ايه قده. امي معك مصاري؟ من يومين قبضت معاشي. ما بيكفي. انا مخبيه 120,000. معناتها بكره من الصبح بتتصلي بالمدرسه وبتاخدي اجازه شي اسبوع لنشوف شو رح بصير معنا. بركي ما بركي رحنا ما لقينا ابوكي. امي انا حاسه انه رح نلاقي وانه ناطرنا شي حلو كتير هنيك. حبيبتي انت باقي لك شهرين لحتى تتخرجي، شو رايك نستنى شوي؟ انا خايفه تروح عليك السنه. صدقيني ما رح يروح علي شي.
انت ما بتوثقي باحساسي. انا عندي احساس انه رب العالمين رح يعوضني على كل العذاب اللي مرق بحياتي. يا رب. صباح النور. دخلك قديه صار الساعة؟ 7:30. معناتها سبقناهم بالفئة. ما بتصور يروحوا، هذا حكي. امبارح كانوا معصبين. هيك قلتي؟ على الأغلب هيك. طيب شو رأيك؟ فوتي لعندهم على القبة وتفيقيهم، نقعد نحن وياهم هيك، نحكي كلمتين ونطيب خاطرهم، بركي بنقنعهم ما يروحوا. أنت هيك رأيك؟ والله هيك. طيب ماشي، خلي عينك على القهوة. يلا روحي. يلا. أهلين بابا. صباح النور. معقول احنا نايمين وتاركين الباب مفتوح؟ مفتوح؟ ايه. ايه والله. مين آخر واحد امبارح فات على البيت؟ فتنا كلياتنا سوا لما طلعنا من بيت جدي، بس أنا بتذكر إني طبقته. أيوه. يي أمجد شبك؟ أمجد شبك؟ ما حسيت أحالي. شبك؟ شربان شي؟ لا شو شربان شي؟ الساعة 8. أنت ليش نايم هون؟ على أساس عم تبقى تسافر على بيروت ناطرهم.
ايه وشو طلع معاه؟ صار لنا طرن الساعة 7، ما بعرف إذا مروا أنا غفيان. ايه قوم فوت. يا حبيبي على شباب آخر زمان، فوتوا فوتوا. الله يثبت علينا العالم والدين. شوفي شوفي شبكن شو عم تحكوا؟ نعم يدقنا من على بكرة الصباح. أمجد شوفي. ما في شيء أمي، ما في شيء. مريانا شبكن؟ شوفي. ألو علينا هو صباح النور. لا والله ما شفناهم، نحن هلا فهنا. ضربوا على قلبهم سافروا على بيروت. إيه أحسن. بابا عمتي وبنتها سافروا على بيروت؟ إيه. انبسطوا؟ كله منكم. كله منكم. شو سعيد أمجد؟ شو؟ ان شاء الله بدك تساوي تلماسة وتصير تبهدلنا وتعلي صوتك بوجدا. ماما انت لو كنتي بدال عمتي مطلقة كنت رضيتي بهذا الوضع؟ بعيد الشر. ولو كانت اختي بدال ماسة كنتي قبلتي هيك يصير فيها؟ شبك الله لا يقدر. اسمعوا لكم، ماسة اذا صار عليها شيء ما رح سامحكم ابدا. لك 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 شو حلو والله. وانت ليش واقفة هيك؟ فوتي ساوي لنا قهوة. حاضر بابا. لا حول ولا قوة إلا بالله على النار. بدي اسال على قديه النسوان سافروا معك لوين؟ على بيروت. ماسا طرابلسي هذا منهم والملك. ماسا وملك؟ ايه طلعوا صار لهم شي ساعتين طلعوا على بيروت. عم الله يعافيك. اهلين وسهلا. حبيبتي شو رايك اطلب ايديك؟ هلا؟ لك أنا إيما. بس بلا بس بلا شيء، بصير اسمي خطيبك وبصير فيني دافع عنك بقوة. طيب ومن مين بدك تخطبني؟ من أمي ولا من أبوك ولا من خالي أيمن ولا من جدي؟ ها
عن جد أي ما خطرت لي، بس يفضل من جده. عرفت شي؟ ايه شو؟ طلعوا من ساعتين. برأيك مين الغلطان؟ كلنا. انت زعلان مني ما؟ طبعا. وانا زعلان منك. بعرف. طب شو رأيك نروح نقعد بشي قرنة ونحكي؟ لازم. امشي. أمي لازم اليوم نروح لعند بابا مشان ما ندفع كتير بالأوتيل. ايه بس كنت عم فكر ارتاح شوي لاني دخت من السفر. طب خلص قومي معناتها نفطر بالأول. ماسا شو ندماني شي؟ على شو بدي اندام؟ انو اجينا لهون. خلص أمي شبكي قولي يا رب. يا رب. يلا قومي نفطر. خليني اغسل وشي وايدي. يلا بسرعه. بصراحه انا بحبها لماسة، بس ما كنت بعرف انك انت بتحبها. طيب لما عرفت شو حسيت؟ ضايقت كثير انزعجت. وانا كمان انزعجت كثير لما عرفت انك بتحب حبيبتي. يا سيدي هلا نحن الاثنين خسرناها صح؟ لا مو بالضرورة. كيف يعني؟ يعني مو بالضرورة تكون كل الأحلام الوردية اللي راسمتها ماسة عن أبوها هي موجودة بالواقع. بجوز يكون كله خيال. طيب في حال رجعت شو راح يصير؟ ماسة بتحبني إلي، وأنا واثق إني راح أكون خيالها. بتمنى من قلبك؟ لا يا رجل طبعا من قلبي. أنا ما برضى أعيش مع وحدة ما بتحبني، وما برضى أصلا أخذ له حبيبته لابن عمي، ولو إنه بصراحة صعب علي كتير شوفكم مع بعض، لهيك بتمناها تضل ببيروت. شو هالأنانية؟ أنانية؟ أصلاً أنا لو كنت أناني كنت جبرتها على إنه أنا أكون خيارة، بس لأني مو أناني بتمناها تضل ببيروت وتعيش حياة سعيدة. أصلاً في حال رجعت وسواء كانت لإلي أو لإلك ما راح تعيش حياة سعيدة بهيك عيلة مثل عيلتنا، صح؟ بهي بعك حق، بس أنا كتير بحبها لماسة. ما فيني أتخيل حياتي بلاها، ما فيني. رح ضل ناطرة على أمل إنه ترجع، ما في غير هالحل. تمشي؟ اتفقنا. الحساب لو سمحت. أهلين. شو الأكل مو جاهز؟ لا والله مو جاهز. لو شرفتي حضرتك وساعدتيني أحسن ما تروحي تعملي زيارة للجيران كان الغدا صار جاهز. إيه بس أنا متعودة إنه يكون جاهز بهذا الوقت، شو عم بيصير معك؟ إيه بهداك الوقت كانت ملك تساعدني، بس هالمرة ملك راحت يا حصرتي. ما يكون بدك أنا أصير بدل بنتك ملك حبيبتي، اطبخ وانفخ واجلي. حاشاك من الشغل، انتي اكبر من هيك بكتير. الا ما قصدك لا اكبر ولا اصغر، انا شغل ما بشتغل. انا والله مو مستعدة انزع اضافيري مش عن حضرتكم تاكلوا. ليش انتي ما عم تاكلي معنا؟ ياك شبكم ليش هالصوت طالع؟ تعا شوف امك، قال بدها يعني انا صير بدل بنت ملك اطبخ وانفخ واجلي. ايه وشو فيها؟
ما كل النسوان الساكنين مع بعض بيساعدوا بعض بشغل البيت والطبخ. لا حبيبي انا ما بشتغل، هي مو شغلتي. افرضي انا متت، مين بده يطبخ لكم ويطعميكم؟ ولا بدكم ترجعوا ملك مشان تخدمكم؟ والله يا مرت عمي انت اللي عملتي ملك خدامي وخليتيها تخدمنا. انا انت اللي كل الوقت يا ملك طبخي، يا ملك نطفي، يا ملك عزلي، يا ملك شوفي طلبات اخواتك، شوفي طلبات نسوان اخواتك، شوفي طلبات اولاد اخواتك عشان ما يحسوكي انك ثقيله وعالي عليهم. انت اللي سويتيها خدامه وانا ما باخذ محلها. عم تفهمي؟ انا ما باخذ محل ملك عشان ما تصير نهايتي مثل نهايتها. بس يصير الاكل نادولي انا بغرفتي اسيا. لا اصوات طالعه، مو بعلمي كانت ملك وبنتها اللي عامل مشاكل يطلع اصوات. شايف ما تغير شيء؟ لساعه اصواتكم طالعه والصريخ واصل لعند الجيران. شو القصه؟ ما في شيء، روح انت على غرفتك ومتى ما صار الغدا بنادي لك. روح.